يا اهلا فيكم مره ثانيه مع احلى اكله مساء الفل. ازي حضراتكم؟ اخباركم ايه حضراتكم؟ والله انتوا احنا ايوه مساء الورد. اخباركم ايه؟ انا طبعا سلمت على الساده المباشرين في اول حلقه. احنا الساعه كام؟ 3 الا ربع. انا مسلم من الساعه 2 بسلم على حضرتك عشان انتوا لسه منورينا. اخباركم ايه؟ الحمد لله. خطوه عزيزه منورينا. احب ارحب بيه الاستاذ صابر الحسني. اهلا وسهلا بحضرتك. والاستاذ احمد هاني. اهلا وسهلا بحضرتك. منورينا. ربنا يبارك. خطوه عزيزه وبشكركم جدا جدا لمجيتكم عندنا. ويا رب يكون حلقه لطيفه ان شاء الله. طب من حضرتك اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكون بخير. الحمد لله. قالوا لي حضرتك مكسر الدنيا في المطبخ. مين ده جرايد كلها بتتكلم على حضرتك النهارده. يعني كلهم النهارده بيتكلموا على حضرتك بقى ومشهور بالباميه الويكا وحضرتك اصلا مهندس. ايوه مظبوط. فبس عاشق للمطبخ. ايه الحكايه؟ جدا. انت عارف حضرتك كنت وانا صغير شباب يعني كنا اشتغلنا شويه في المطاعم وبتاع والاوتيلات وكده. ايوه. فاخدنا من كل مكان. زائد انا قعدت فتره خارج مصر في الخليج يعني. تمام. فبرضو افكار بقت تجي لنا. بقيت احب اخش الغربه بتفرق؟ طبعا. والوحده بتفرق؟ بس انا يعني خدت مراتي واولادي معايا. في الاول. في الاول طبعا. اول ما اتعلمت الطبخ كنت في الغربه لوحدك ووحيد ولا كان معاك الاسره؟ لا 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 طبعا الاول لوحدي طبعا. انا بتكلم في الجزء دي. دي الواحد بقى عنده حيله لازم اكل نفسي. لانك انت حضرتك اولا بتاكل نفسك وعايز اكل مصري. ايوه طبعا. فبتسال بقى، بتتصل بالتليفون او تشوف حد من اصحابك عارف الكلام ده. الوالده الله يرحمها، زوجتك او صاحب اختك، اي حد قريب منك بيعمل اكل بتقدر تشوف حاجه. بالظبط كده. بتتصل بقى وتعرف ومن هنا بدا الموضوع. تتعامل بالظبط كده. تمام. حضرتك في البيت سامع ان انت ليك اكلات معينه بتعملها انت بس. انا بعمل الويكا. انا عندي ابني الكبير اسمه احمد مهندس. ربنا يحميه لك يا رب. متجوز دكتوره احمد وشريف. الكبير انا بتكلم على الكبير عشان مراته دكتوره فلبينيه. لما عملت الويكا اول مره بقت تعشقها في بهار. تعشقها. الويكا صعيدي. ايوه طبعا. ايوه اجدع ناس. الله يخليك. ربنا يخليك. احب ارحب بيه الاستاذ احمد. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. طمنا عليك. الحمد لله. قالوا لي برضه حضرتك طبعا يعني اولا حضرتك خبير علاقات اسريه. بيقولوا صح كده؟ ما شاء الله. طيب ربنا يبارك. فحضرتك طبعا يعني منورنا. ايه موضوع الرنجه المدخنه انت مشهور بيها دي؟ والله هي جت صدفه في الاول. يعني انا مدمن الاكلات يمكن الغريبه شويه. الرنجه والفسيخ والحاجات والاختراعات. يعني بعمل شويه حاجات كده من ضمنها الفول. الناس ممكن تاكله تفتكره لحمه. الفول. الفول الفول. طب احنا عايزين نعرف بقى الاختراعات دي ايه. خلينا المره الجايه. لا النهارده نعمل طبق، المره الجايه نعمل طبق تاني عادي جدا. وحضرتك طبعا استاذنا في الجزئيه دي. البهار عامه او الطعم اللي بيتحط على الاكل هو ده اللي بيخليه يختلف. تمام. بخلاف السنس نفسه. يعني انا يعني حضرتك عايز تقول انك انت بتعمل مثلا الفول ببهارات اللحمه فتطلع طعم اللحمه؟ بالظبط. من غير ما احط لحمه خالص. يعني من غير ما احط اي اكيد مش هحط لحمه في الفول. بس حضرتك قصدك ان بهارات اللحمه توديها لطعم اللحمه. جدا. طب معلش انا اسف. هل ايه المقصود ان انا اكل فول بطعم اللحمه؟ ان انا مثلا بديل للحمه ام طعم جديد للفول؟ هو في الغالب بيبقى علشان نوع من انواع التغيير. يعني انا لو عايز اعمل حاجه مختلفه عن الطعم العادي اللي الناس متعوده عليه فببتدي ان انا اغير في الطعم. تدي تاتش كده شويه مختلف. مره بالمايونيز، مره بال انا بتاع اختراع. شفت نظرة النظرة مايونيز بالفول. يا حماده الموضوع هيكبر كده. انا الفول بالنسبه لي ليه مكانه. شوف انا معاك في اللي انت عايزه كله. بس انا عندي حاجه بحب احتفظ بيها جدا. اتفضل. مصريتي في الاكل. اكيد. الفول او بمعنى او بعض الاكلات المصريه بالاخص انا بحب دايما دايما بحتفظ بخصوصيتها. صحيح. فاخر قوي في الفول. اخرنا قوي يعني. انا بقول عن نفسي الزيت الحار. يعني لو عملنا فول بالسجق في رمضان كده طاجن حلو من باب التغيير ده احنا كده كبر الموضوع. بس مش عارف يعني توضح لي يعني وتصحح لي ده صح ولا انت رايك ايه في الكلام ده؟ هي الفكره كلها ان انا ما خرجتش بره الاصل بتاعي. يعني الفول اساسي. فول فول بس فول بمايونيز دي والله هي افتكاسه بس جت معايا حلوه قوي. يعني افتكاسه بس ما هي افتكاسه طبعا اكيد. طب هقول لحضرتك على افتكاسه اكبر شويه. اديني. يعني جيت في مره كان في الطعميه حضرتك. طب انا اسف بس صابر بيه ممكن حضرتك تبدا تشتغل؟ ابدا. أوكي. نبدا المسابقه حالا عشان بس مش عايز اعطل. ابدا. أيوة. استنج المسابقه. اتفضل. طيب واحنا بنطبخ عشان وقت البرنامج انا عارف. okay. واسف لتاخير المكالمات حالا. هخلص مع استاذ احمد وندخل مكالمات على طول. حاضر. كمل يا استاذ احمد. الفكره بالنسبه لي ان انا يمكن الطعميه حضرتك عارف ان هي ما ينفعش ان هي تتقدم بشكل اكتر من ان هي لازم تبقى سخنه. فانا هي سخنه طبعا. طيب انا الطعميه لو بردت بالنسبه لي اغلب الناس ممكن ما بتقربش منها. مظبوط. فعملت الطعميه بس عملتها برضو بصوره ثانيه خالص. قطعتها شويتين ثلاثه وحطيت عليها جبنه. النار عاليه قوي. صوص
الجبنه يعني. حبه زيت بسرعه، حبه زيت عليها بسرعه. وبدات ان انا الصابر. ايوه حبه زيت بتخش لانها عيلتي. وبدات ان انا اتعامل معاها على اساس ان هي طبيخ، على اساس ان هي طبيخ. وهي مقليه ولا هي لسه فريش؟ مقليه يا فندم، بس هي بردت. تمام. فانا عايز اخلي الناس تاكل الطعميه دي بشكل تاني. فبدات برضو احط التاتشات بتاعتي. اديني قول. وصلصه وجزء زي كده. لحد ما بقت حاجه تانيه خالص. ايه بقى؟ حطيت ايه عليها؟ عايز اعرف. انا حطيت عليها ثوم، وحطيت عليها صلصه، وحطيت عليها مرقه، فبدات ان هي تديني طعم تاني خالص. اكيد. ففي جميع الاحوال الناس كلها بدات تستغرب الطعم نفسه. انا هجي لك بقى، عشان بس انا عايز امسك حاجه منك، بس واحده بس كده. اتفضل. ايه الطعم التاني خالص اللي جاي لك؟ ايوه قول لي، صريحني كده. قلبت زي البرجر. كشكلا. ولكن طعما؟ لا، طعما حاجه تانيه خالص. قول لي. طيب يعني عامله زي، اصل انا بتخيل الاطعمه، ما بهزرش بحياه ربنا. هي يعني انا اقول لك بس حاجه صغيره جدا عندي، ممكن تفصيل انا بعاني منها. فضل. انا عندي في الاكل بالذات عندي تخيل الطعم. ايوه. مش بهزر بحياه ربنا. لا والله انا صح. بتخيل طعم الرنجه اللي بتتشوح دي. حلوه. هنشوف. يعني انت بقى، انا صريح قوي لدرجه ممكن تبوظ لي حاجات في حياتي.